حسبي الله ونعم الوكيل في كل من نشر هالإشاعة اللي طالع عني هاليومين. الإشاعات اللي طلعت عني فقط لأني أنا تركت السوشيال ميديا، يعني لي سنتين في السوشيال ميديا لا عمري أذيت أحد ولا عمري غلطت على أحد. بإذن الله المحامي حقي علي حسن حمادي رح يتاخذ كل الإجراءات القانونية في كل شخص نشر هالشائعات أو روجها. أنا أحمد ربي إني في دولة الإمارات، دولة الحق والقانون، يحمي القانون، يحمي الصغير قبل الكبير.